في سؤال بيقول ايه اسرع وسيله يبدا بها الطالب او المهندس تعلم برنامج الريفت؟ اي برنامج بتبدا ان انت تشوف بعض الفيديوهات، تفهم فكره البرنامج، تدور على بلاي ليست من اولها لاخرها، زي مثلا في معماري بيعملين واحده للمعماري، واحده للانشائي، واحده للميكانيكا، واحده للكهرباء، واحده للنفس وركس، بتبدا تمسك السلسله من اولها لاخرها لاي حد. المهم تكون تعمل سيرش يعني ده عليه اقبال او الكورس بتاعه منظم، وتبدا تسمع من اول لاخرها. كل ما تسمع فيديو تطبق، تسمع تطبق، ما تستناش ان انت تسمع كله وتحاول تطبق لانك هتكون نسيت. سمعت الفيديو طبقت خلاص، خلصت ابدا بقى اعمل مشروع خاص بيك، في فيلا، في عماره، في اي حاجه تبدا تشتغل بيها. ممكن يكون حاجه مطلوبه عنك في الشغل، حتى لو مطلوب كاد تتكلم مع المدير ان انت تعملها بالبيم وتصدرها كاد، محدش هيحس بفرق. وتبدا كل ما انت شغال بتحصل معاك مشكله. دي الطريقه اللي انا اتعلمت بيها اغلبيه البرامج. مثلا برنامج الريفت خدت كورس، رحت مركز وخدت الكورس وتعلمت منه، وبعد كده بدات اطبق على كذا مشروع، وكل مشروع بطبق فيه بتطلع لي مشاكل ما كانتش واجهتني في المشاريع اللي قبل كده ولا في الكورسات، وببدا اعمل سيرش على الحاجه اللي ناقصاني، ابدا اتعلمها، ابدا اطبق فيها. ده ابسط حاجه. ما اتذكرش ان انا كتبت سؤال واجهني على الفيسبوك او على اي منتدى، ومش فاكر ان انا عملت حاجه زي كده، لا انا كنت بعمل سيرش واقعد ادور، بحيث ان تتعب في التدوير، بحيث ان انت المعلومه ما تجيلكش على الجاهز، لا تتعب فيها فتتعلمها وتثبت وما تطرش بعد كده. انما ان انت تقعد تسمع 5000 فيديو، 7000 فيديو، و7000 ساعه والكلام دوت، المعلومه بتطير. لا يعني لازم يديك تشتغل، ولازم يكون في مشروع حقيقي مطلوب منك. انا كان بيترم مني حاجات كتيره، الكلام ده في 2008، كان بيترم مني حاجات كتيره اوتوكاد، فكنت بعملها ببرنامج الريفت او اي برنامج من برامج البيم، واروح مديها له كاد، بس كنت بتعمد ان انا احط له بعض الحاجات الثري دي، بحيث ان هو يفهم ان في شغل او تعب موجود في المشروع دوت.